الحيوية الأهم بعد المردود بصراحة إنه أني أهم شيء أعتني بغذائي الصحي اللي أني هذا الحديد الحافظة بها تفاحة أو بها وزاعي بها الفواكه وبها مثلا خلي نقول سندويشة يعني تقدر تخليكم إياها المفروض يعني أكل أكل يعني مو أكل من برا ودهون وما أعرف شنو. المهم الأكل الصحي مالتي يكون بالحقيبة وبطل المي دائما حبيباتي بطل المي وياكم. هسه احنا في النتيجة الصفوف كلهم جايبين بطالة مال مي رغم احنا عندنا سيدات مال مي وزعنا لهم، انتم ليش أغلبيتكم شايلات مي حبابات؟ مرت الله ضروري الحافظة بها الأكل بها فاكهة مالتنا زين حبيباتي وبطل المي ما يفارقني وضروري نتناول الوجبة ليش؟ لأن أنا